الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، العرش هو سرير له قوائم، وهو أكبر الأجسام التي خلقها الله تعالى، وهو سقف الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. رواه ابن حبان. معناه أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، وكذلك الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، وهذا يدل على عظم مساحة العرش الذي يحمله الآن 4 من الملائكة الضخام العظام، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. أما يوم القيامة فيحمل العرش 8 من الملائكة، والعرش محفوف بالملائكة، وليس هو مكانا لله تعالى، لأن الله ليس جسما ولا يحتاج للمكان. يقول علماء أهل السنة والجماعة نصرهم الله: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، فهو سبحانه موجود بلا مكان ولا جهة. وليعلم أن الله تعالى لا يجلس على العرش كما قالت اليهود، فإن الجالس على شيء ضعيف، لأنه يحتاج للمجلوس عليه، والمحتاج لا يكون إلها. والله تعالى يقول: فإن الله غني عن العالمين، أي الله لا يحتاج للعالمين، لا يحتاج لمخلوقاته، والعرش من مخلوقات الله، من العالمين، فيستحيل عقلا وشرعا أن يكون الله جالسا عليه. أما الآية الرحمن على العرش استوى، فمعناها الله قهر العرش وحفظه وسيطر عليه وأبقاه في ذاك المكان العالي، ولم يشأ له أن يقع على الجنة والسماوات والأرض وجهنم فيدمرها. فإن قال قائل: الله مسيطر على جميع المخلوقات، فما فائدة ذكر العرش بالخصوص في هذه الآية؟ قلنا: حتى يفهم العاقل الذكي الفطن أن الله إن كان مسيطرا على أكبر المخلوقات حجما، فمن باب أولى أنه مسيطر وقاهر لجميع المخلوقات، من باب أولى، لأن جميع المخلوقات أصغر من العرش حجما. هذا ما يفهمه المسلم من تخصيص العرش بالذكر في هذه الآية الكريمة. أما من قرأ هذه الآية واعتقد أن الله جالس على العرش، كفر بالله العظيم، لأنه نسب لله الاحتياجية، ووقع في تكذيب الله الذي قال: فإن الله غني عن العالمين، يعني لا يحتاج لشيء من خلقه سبحانه. ويجب على من اعتقد أن الله جالس على العرش والعياذ بالله، أو أن الله يسكن السماء، أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، وهو أن الله موجود بلا مكان، ويتشهد فورا للدخول في دين الإسلام بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم. ثبتنا الله وإياكم على عقيدة الإسلام حتى الممات، والله تعالى الموفق.